فلسطين تهزم كل المحتلين. بالراح بالدم نبيك يا نسيح. بالراح بالدم نبيك يا نسيح. التي ترتكب في قطاع غزة لا يمكن أن نصمت إزاءها. احتجاج وهذه الصرخة ليست طرفا من ناحية، لكنها ليست حقا من ناحية أخرى. هي معركة فاصلة، هي معركة فاصلة في بقاء القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية حية وحيوية. بالرغم من مرور 60 عاماً لوجودهم داخل دولة إسرائيل، إلا أنهم بآلامهم وأمالهم وعقلهم وفكرهم فلسطينيين حتى اللقاء، أكدوا دائماً بأنهم امتداد لهذه الأمة. وآن الوقت أن يدرك القاسي والداني بأن هذه القضية هي التي تحرك كل فلسطيني في كل أماكن تواجده، وأن لا حل إلا بانتصار هذه القضية وبانتصار الشعب الفلسطيني. نحن نقول أن دولة إسرائيل تستخدم كل شيء لكن لم تستخدم العقل. نحيي جماهيرنا العربية تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ جاءوكم من موقفكم ومن أكثر منكم وإذ جاءوا